التاريخ العربي مليء بالعديد من الحكايات والأساطير التي شكلت وجدان الملايين وألهمتهم كيف يبنون المستقبل. وعلى ضوء القناديل نستكمل معكم حكايات عن شخصيات عربية كان لها أثر كبير على البشرية والعالم أجمع. ما هذا المكان؟ في هذا المكان يا بني يوجد كنز. ماذا؟ كنز؟ ماذا؟ لا، من المستحيل أن أتزوجه مهما كلفني الأمر. أين ذهب السيد أبي النظر؟ سيدي، أين أنت يا سيدي؟ اترك الحجر ولا تتحرك من مكانك. لقد فقدت بصري. قلت لك لا تفعل ذلك، ولكن الطمع يعمي البصيرة. والكثير الكثير من الحكايات وقصص لأبطال من وحي الحقيقة تبين لنا عمق الثقافة العربية، كما تبين تلاقي القيم والأخلاق والثقافة في كل العالم.